يا هلا، هذا من اعلى فندق التاج. شوف المنظر، هذه بوابه الهند الشهيره المعروفه، يعني مزار من المزارات المهمه وانت موجود في مومباي. طبعا هذه لها توقيت معين، كان قبل لا تعال وادخل في التوقيت اللي تشوفه مناسب، الان لا، سووا بوابات وعليها امن وحراسه حفاظا على الناس اللي موجودين هناك، وهذا يعني شيء كثير حلو. مصورين موجودين، بغيت بكاميرتك تصور، خذ اللي بغيته من سلفيات ومن يعني التطبيقات اللي موجوده معنا. بغيت تحتفظ بالصور مال اول، موجودين المصورين. شوفوا معي بس المنظر، هذا المنظر. شوفوا الناس، ما يخلى من الناس لين توقيت معين بالليل خلاص يتوقفوا، او اذا كان في مطر عاد ما يقدرون ايش يسوون. بس شوفوا المنظر الجميل، روعة. وداعا مومباي الجميلة، بعد كم يوم كانوا حلوين، طقس جميل، قضينا أوقات حلوة في ربوع مومباي. راجعين إن شاء الله على رحلة مباشرة إلى مومباي، بالإضافة إلى الرحلات